أهلا بكم مشاهدينا. تم افتتاح أطول أرجوحة في العالم بجنوب غرب الصين مع إطلالة ذات مناظر خلابة. الأرجوحة الملونة بألوان قوس قزح تتكون من قوس بطول 100 متر وبرج إطلاق بطول 108 أمتار، وعلى الراغبين في تجربتها ارتداء معدات الحماية ومن ثم رفعهم إلى مستوى 88 مترا للتأرجح بسرعة 130 كيلومتر في الساعة. مايكروسوفت أعطت لمحة عن الإصدار الجديد لأهم ألعاب منصة إكس بوكس هالو إنفينيتي الشهيرة. العالم التفاعل للإصدارات سيكون أكبر عدد مرات من الإصدارين السابقين مجتمعين، ومن المقرر أن يتم إصداره في موسم العطلات الشتوية. ومن المتوقع أن تطلق كل من مايكروسوفت وسوني وحدات تحكم جديدة في الجيل القادم في نهاية هذا العام. وتكون المواجهة بين إكس بوكس سلسلة إكس الجديدة وجهاز بلاي ستيشن 5 على رفوف المتاجر. صحفي بوليفي تحول لرجل توصيل في عصر كورونا، ويتقمص خوسيه فالديز شخصية الرسل القدماء لملوك الإنكا، الإمبراطورية القديمة التي بنتها شعوب من الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية. فبعد أن فقد خوسيه وظيفته، توجه نحو خدمة التوصيل سيراً على الأقدام كما الرسل القدماء، مع ارتداء زي التقليدي للتفرد بخدمة العملاء وطلباتهم التي يتلقاها على الواتساب. أعيد افتتاح حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن بعد إغلاق دام أشهر خلال الحجر الصحي. ستظل الحديقة مجانية الدخول للجمهور، لكن التزاما بقيود الحجر يتطلب الآن الحصول على تصاريح محجوزة مسبقا عبر الإنترنت، مع ارتداء الكمامات الطبية للزوار والموظفين بجانب الحفاظ على التباعد الاجتماعي. يعمل علماء حفريات روس على استخراج هيكل عظمي ضخم لحيوان ماموث عثر عليه صياد محلي على بحيرة بشبه جزيرة يامال الروسية. ويعتقد أن الهيكل فريد من نوعه، إذ أنه يحتوي على جميع الأجزاء تقريبا في مكانها. كانت آخر مرة تم اكتشاف مثل هذه الرفات العملاقة المحفوظة جيدا في هذه المنطقة القطبية في عامي 1988 و2007، وهي معروضة الآن في متاحف سان بطرسبرغ. عودة لمتابعة باقي فقرات صباح العربية.